من مدينة تطوان من الحمامة البيضاء مع الأمسية الختامية من مهرجان سينما البحر الأبيض المتوسط. ضيفة شرف هذه الدورة هي السينما الفلسطينية. طبعا في هذه الأمسية الختامية سنواكبكم لأهم ما دار في هذا اليوم الختامي. السينما الفرنسية، السينما الأوروبية، المغربية كانت حاضرة بتنوعها في هذا المهرجان العريق الذي يصل إلى دورته 25. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. نصف قرن من العطاء، مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط في دورته 25 رفع التحدي من جديد من أجل المساهمة في استمرارية العمل السينمائي رغم الصعوبات التي أصبحت تحيط بهذا المجال. مهرجاننا يأتي بالضبط باش يحيي داك العدام اللي كنشوفوه، كيحيي داك الشيء. والسينمات اللي كنستعملوا احنا مثلا المركز السينمائي الفرنسي وابينيدا واسبانيول دائما مملوئين بالناس اللي كيجيو، الشباب، اطفال، ناس كبار كيجيو يتفرجوا في افلام اللي اخترناها. دور 25 مهرجان تطوان عرفت مجموعه من الافلام المتباريه. كان الفيلم المتوج هو الفيلم اليوناني، وايضا عرف المهرجان مجموعه من اللقاءات الثقافيه التي كانت يعني ناجحه ومتميزه يعني على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. هذه هي المره الاولى التي احضر فيها للمغرب بدعوه من اداره المهرجان، ولي شرف كبير وسعيدة جدا بتواجدي هنا. كان مهرجانا جيدا وتعلمت الكثير فيه، وما أثار انتباهي هو الجانب المهني والتنظيمي الجيد للمهرجان، وأتمنى أن تكون المشاركة الإفوارية حاضرة بكثافة في قادم الدورات، ولما لا التتويج بالجوائز. وشهدت الأمسية الختامية من المهرجان توزيع الجوائز التي حصل عليها الفائزون في هذه الدورة بحضور أوجه سينمائية مغربية وأجنبية بارزة، حيث توجت السينما الفلسطينية التي كانت ضيفة شرف هذه الدورة بجائزة أحسن دور رجالي. مهرجان تطوان هو مهرجان حافل بالأفلام المتنوعة، أفلام اللي كتجي مختلف الحوض الأبيض المتوسط من دول الحوض المتوسط. دائما كتكون البرمجة غنية، كذلك أن هذا الشيء كيخول الجمهور أو ساكنة تطوان أنها تجي تشوف هذه الأفلام. هذا مهرجان مهم ومهرجان جدي، ومهرجان اللي عنده هذه الصيغة الثقافية اللي قليلة في المهرجانات الأخرى في المغرب. مهرجان اللي وصل للدورة 25، وهذا شيء مهم جدا، لأن ما كيوصل للدورة 25 إلا مهرجانات اللي عندها قواعد واللي عندها هياكل واللي عندها توجه، وبخصوصا توجه سينمائي وفي نفس الوقت توجه ثقافي، هما اللي يمكن لهم يوصلوا ل 25 دوره من بعد اكثر من 30 سنه ديال العمل، وهذا شيء زعما خاص بمدينه تطوان. مشاركون في الدوره من مخرجين وفنانين اجمعوا على نجاحها، كما ان الجماهير الشماليه ومجموعه من عشاق السينما كانوا حاضرين بكثافه بقاعه سينما اسبانيول التي احتضنت هذه التدهوره.